بعد تحضيرات مطولة تم افتتاح كلية سبايسز لفنون الطهي في مدينة رهط. أهمية هذه المبادرة أنها تهدف لتعزيز التعليم المهني وفتح آفاق العمل أمام شريحة واسعة من أبناء المنطقة. واستطاعت هذه الكلية نيل اعتراف وزارة الاقتصاد. ياسر العقبي حضر حفل الافتتاح وعاد إلينا بالتقرير التالي. احتفال مميز بأول كلية لفنون الطهي في المجتمع العربي في النقب تفتح الآفاق أمام مبادرات نسائية بعد اعتراف رسمي من قبل وزارة الاقتصاد. شاركنا في حفل الافتتاح. العلم راودني منذ 20 عاما. لا شك أن هذا العدد الكبير من المشاركين خاصة من القياديين يعطيني دفعة إلى الأمام للكلية. تفاجأت بإعلان نائب وزير الاقتصاد يائير جولان بالاعتراف بالكلية، وهذا منحني الثقة بالنفس. قضية الطعام هي قضية مهمة في كافة أنحاء العالم، وبالذات في مجتمعنا العربي الذي يقدم أطباق شهية ومختلفة. سنقوم بتدريس فنون الطهي لكافة شرائح المجتمع وبالذات شريحة النساء، التي من المهم أن يكون لها تمكين اقتصادي منزلي خاصة في المجتمع العربي البدوي المحافظ. طبعا نحن سعداء أن نشارك في هذا الافتتاح وفي هذا المشروع الذي يحمل البشرى للمجتمع العربي في النقب على كافة أطياف، تأسيس كلية لهذا المجال المهم جدا والذي كما قلنا يلبي احتياجات كثيرة في المجتمع العربي في النقب. اضطر أبنائنا وأهلنا إلى السفر إلى مركز البلاد والشمال من أجل هذه المواضيع. إن اليوم احنا بنقنن عملية الطبخ ونجعل لها يعني قوانين مثل افتتاح هذه الكلية، والتي ستقوم بتعليم البنات والسيدات وأيضا الشباب فنون الطبخ العصري وأيضا الطبخ التقليدي، وزيادة عليه بعض الملاحظات اللي من خلال التعليم راح تكون هذه الطبخات اللي كنا في القبل في السابق نعتبرها تقليدية تصبح اليوم طبخات جديدة ومشهية. مجتمعنا العربي مجتمع بيحب الأكل، وهذه الكلية من الكليات الناجحة في هذا المجال، لذلك نحن نشجع مثل هذه المبادرات. نبارك افتتاح كلية الطهي في مدينة رهط، وهو مشروع مبارك جدا في هذه المدينة وللوسط العربي عامة. نحن في زمن التطور وهنالك مهم جدا اقتصاديا، ما يقارب 50% من دخل كل عائلة يذهب إلى المصاريف، مصاريف الأكل، فمهم جدا أن نتعلم في هذه الكلية دورات مهمة حتى أن نعد الأكل المخصص في داخل البيت ونوفر أيضا على العائلة من ناحية المصاريف. أيضا هذا يوفر أماكن عمل، بإمكان النساء أن يتعلمن دورات طهي وأن يندمجن في سوق العمل. الطهي والأكل هو مهم جدا وهو مصدر اقتصادي أيضا عمل، فهذا مبارك، ونبارك لهذه الكلية ونطلب من الجميع أن يتعلموا في هذه الكلية.